فكرة الفتنة طبقات طبقات أي. بس بطبقات وسعة البال. يعني قالي هلبة خبزة إيه؟ حطيتك شوية صح. على الصورة هي طبعا الخيار الصحي يقدروا يحطوها في الكوشة أو حتى عنا اللي هي الكهربائية القلاية الهوائية متاع الهومر متاع لكن أنا نحبها بالزيت المقلي. أنا زيك هي حلاوتها أصلا تبدأ خبزة مقلية في الفتة هي خبزة بالدار. حلوة بدأت لما يخش معها الياغورت والزيت هي اللي تعطي التومة هيك تعطي المكس الجميلة صحيح. تو عندنا البتنجان بكري زينب تكلمتي على بما أننا يعني احنا حنحكوا على الموضوع هو على الأماكن العامة وتواصلنا مع الطبيعة تكلمنا على بعض الأماكن اللي فتحت مؤخرا في الصيف زي ما قلنا الليدو أول تتذكروا أول ما نزلت فيه مش عارفة انتشرت على السوشيال ميديا زي أسعار الخدمات الطاولة ب 100 جنيه بالضبط طاولة ب 150 جنيه ما فيش منها الموضوع هي 10 جنيه صح فكان في تهويل 110 كان في تهويل حتى للعلم لما يكونوا مثلا في اللي يخشوا راهو هيك من غير ما قصدي لما تكون مثلا فاضية ولا هيك يسمحوا لك ان انت تقعمس حتى من غير ما من تدفع من غير ما تدفع فلوس ما يبدا ما فيش حد مو قال لي شحيش نعلمك كذب قال لي نسمع نقوله هذا اللي صاير لنا احنا ليبيا قصة الاخبار الزائفة هذه والموضوع مؤخرا قال لها كيف عرفت؟ قال لها لا والله سمعت لا انت مشيت فمقامزين ولدي يقول لي افتح صفحتهم يومها قال لي افتح صفحتهم واقرا تحقق من الحقائق هذه يعطوا عليها في كورسز كيف تتحقق من الخبر اي مواطن المفروض يبدا عنده القدرة انه هو يتحقق من الخبر اذا كان مضلل او خبر حقيقي بالزبط. حقيقي يعني في ادوات موجودة احنا لا فتو حطينا اللي هي الصلصة بتاعت البيتزا وصلصة طماطم بتاعنا هنضيف عليها كشك كبير من طماطم البسمة طبعا جميل جدا البسمة حطيت اللي هو كشيك واحد ما نبيش هلبا نكتر غير بس بحيث ان انا غير نبي تسبك معاي كويس وتو حنضيف دبس الرمان طبعا تحب حاجة اسمها دبس رماني هلبا يمشي معها مزبوط جدا وحنضيف عليها اللي هو الحمص الحمص منقع وطايب تو حالة بتقول لنا أيوة. نفس الطريقة عرفت المتبعة كيف يديروا فيها إيه؟ عندها ولا لا هو حلقة تانية انتم بتخشوا الطيب زينب نشوف لكم حندورها لكم فخة يا زينب توقعوا منا نهار تاني